أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد هذا الفاصل والحديث في هذه الحلقة عن أكبر المحافظات الزراعية في مصر وهي محافظة البحيرة. نتكلم بالتفصيل عن الإنتاج الزراعي في هذه المحافظة وآخر المستجدات وأهم المحاصيل التي تشتهر بها محافظة البحيرة، وأيضا هنتكلم عن الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، ايه اخر الاخبار في محافظه البحيره. لذلك يسعدني ان ارحب بضيفي الكريمين اللي هم بيشرفوني الحقيقه النهارده، السيد المهندس محمد الزواوي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه البحيره. ارحب بحضرتك باشمهندس محمد. وايضا ارحب بالدكتور حسني محمد علي عباسي مدير مديريه الطب البيطري بالبحيره. برحب بحضرتك يا دكتور حسني. الحقيقه يعني انتوا الاثنين لاول مره النهارده بتشرفوني حضرتك بالمنصب الجديد كوكيل وزاره كوكيل وزاره الزراعه بالبحيره. طبعا احنا متعودين حضرتك دايما معانا. شرفنا يا دكتور. ما كنت مسؤول عن النوباريه وهي ايضا بتعتبر يعني من اكبر المناطق الزراعيه في مصر. نعم. فاحنا بنهني حضرتك بتوليك مسؤوليه البحيره، وحضرتك اكيد كفء لهذا الموقع المهم، لان محافظه البحيره الحقيقه من المحافظات الزراعيه المهمه في مصر. طبعا حضرتك بتشرفنا ايضا لاول مره واحنا سعداء بتشريف سيادتك. شرف لي. ابدا مع حضرتك باشمهندس محمد، يعني عندما توليت المسؤوليه كوكيل وزاره للزراعه في البحيره، انا عاوز اعرف الفرق بين البحيره وبين النوباريه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول يعني انا يسعدني ان دايما نلتقي بحضرتك ونلتقي بمشاهدين مصر الزراعيه. السمات اللي موجوده في منطقه الاستصلاح في النوباريه تختلف عن سمات البحيره. رغم ان النوباريه جزء من محافظه البحيره، ولكن البحيره كمحافظه فيها 15 مركز. المساحه الزراعيه اللي موجوده فيها 650 الف فدان. ده ائتمان. و151 الف فدان 191 الف فدان اصلاح زراعي. دي غير مناطق الاستصلاح اللي هي تخضع للنوبريه. تمام. المساحه دي كمساحه زراعيه ما هيش صغيره، الا مساحه كبيره طبعا، ونسبه الحيازه فيها تختلف كبير عن النوبريه. الحيازه في النوبريه 5 فدان وطالع، ده معظم الحيازات، وفي حيازات كبيره اكتر من 50 فدان و100 فدان ماشي. اما الحيازه في البحيره حيازات صغيره، النسبة الأقل يعني فدان ونازل، دي النسبة الأعلى. طبعا أعتقد دي عيب. عيب فعدد المزارعين وعدد مشاكل الزراعة بيبقى أكبر. يعني أنا عندي في النوبرية كل ما كبرت المساحة كل ما تبقى الأعباء محدودة. يعني في البحيرة العكس. لأن المساحة الصغيرة هي اللي إيه السمة الأكبر، وبالذات الحيازات الصغيرة، لأن طبعا الحيازات كلها اتفتتت وتورثت وبقت حيازات. ولكن ان شاء الله ربنا يقدرنا ونحن نقدر نخدم برضو اهلنا في محافظه البحيره. يعني انا عندي حضرتك كفء لهذا الموضوع، ربنا يبارك لنا في سعادتك ان شاء الله. طيب اهم المحاصيل بقى اللي فعلا بتشتهر بها محافظه البحيره. رقم واحد القمح. انا عندي متوقع نزرع 352 الف فدان قمح. املنا ان احنا نوصل للرقم ده ان شاء الله. ان شاء الله. يعني دي بدايه، واحنا بدانا نزرع فعلا القمح وعندنا التقاوي موجوده فعلا بدا المزارعين. لا زرعنا فعلا. بدات فعلا. بدانا زرع. طب كويس والله. يعني احنا انا زرعت لغايه دلوقتي 29000 فدان و500 انزرعوا فعلا لغايه النهارده. مش مبكر شويه؟ لا 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 لا، القمح بنزرع من اول مثلا يعني نص 11 وانت طالع لغايه اخر 11، من 10 11 لغايه 2011. ده احنا لسه ما جيناش نص 11 يا باشا. النهارده كام والمساحه كبيره؟ النهارده 14 14 بس المساحه انا بنزرع عموما كويس. من يوم 10 يعني بنزرع تمام لغايه يوم 20، دول المساحه يعني الايه الميعاد المناسب للزراعه. بعد 20 بنبقى انا في واللي يزرع قبل 10 بيبقى هو البتري. انما يعني هو شهر 11 ده كويس كويس برضو. دي اعتقد مساحه مبشره. يعني احنا عندنا السنه دي ان شاء الله عندي 125 حقل ارشادي بنعمله في محافظه البحيره تبع مركز البحوث لافضل اصناف القمح. وده بنجيب له التقاوي. هل عدد الحقول زاد عن السنه اللي فاتت؟ لا، ما انا هنقول لسعادتك. وعندي 100 حقل ارشادي شغالين
في التعاون المصري الافريقي. تمام. التعاون المصري ده انا بنعمل فيه كذا تجربه في الميت حقل التانيين. بنزرع فدان، الفدان ده بنزرع جزء منه على مصاطب، بنزرعه على مصاطب، بندي توصيات فيه، بنحدد كميات المياه المستخدمه في المساحه دي. عندي مشروع اخر 15 حقل ارشادي. ال 15 حقل دول نفس التجربه بتاعت الاصناف، بس بنزرع في فدانيين، فدان بدون مصاطب وفدان على مصاطب، بندي مخننات ميه ومعايير ميه معينه عشان نعمل على اساس نعمل مقارنه بين الاثنين، وبعدين ندي خبره للفلاح، نقول له تعال انا اشتغلت الفدانيين نفس الارض نفس المكان ده، التزم بالتوصيات الزراعيه المعينه في تاريخ الزراعه، في كميه التقاوي، في زراعه على مصاطب، وفر ميه وجاب محصول قد ايه، واللي زرع بالطريقه الثانيه نفس المعاملات ثابته ما عدا بعض المعاملات اللي هي الميه وطريقه الزراعه تمام تمام. ده الحقيقه ده على فكره المقارنه دي مهمه جدا، يعني تخلي الفلاح يقتنع اكتر بالتوصيات اللي احنا كان لسه امبارح بيها، بالذات طريقه الزراعه آخر الجديده اخر اللي هي ندوه بنتكلم فيها. طيب انا استكمل الحديث، لكن خليني اخد اولى المداخلات. معانا حلمي من البحيره. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حامي؟ اهلا وسهلا يا حاج حلمي. الله يكرمك. انا بنمسي على حضرتك وعلى الباشمهندس محمد وعلى دكتور حسني. اهلا وسهلا، اتفضل. الله يكرمك. انا دلوقتي عندنا المشكلة بالنسبة للباشمهندس محمد. دلوقتي اسمدة بالنسبة للقمح عموما. يعني في كل النشرات بتقول 163 كيلو. التعاون بيصرف 3 شكايك. فالباقي ده التاجر بيستغلني فيه شكارة اليوريا النهارده بمبلغ وقدره. طب ما احنا بنقول التوصيه الخاصه بالقمح 3 يوريا او 5 نطرات، صح يا باشمهندس محمد؟ لا مش هو انا الاول الحمد لله بنمس عليك الاول. الله يكرمك، احنا سعداء بتشريفك لنا محافظه البحيري. ربنا يبارك لك. والله احنا سعداء بتشريفك لنا. احنا اولا الحمد لله احنا عندنا ارصده في الجمعيات. مفيش مشكله. بالنسبه للاسمده الشتوي يعني 42% من احتياجاتي، وانا لسه ما دخلتش موسم الشتوي، يعني انا عندي اسمده موجوده. اعطينا توجيهات في خلال الاسبوع اللي فات ده ان احنا هنصرف الاسمده للمزارع الفعلي اللي زرع الارض وليست لصاحب الحياز. رقم اثنين، انا بندي شكارتين على الاقل للزرع قمح النهارده وبقيت الكميه هيغط الاحتياجات او المقررات السماديه المطلوبه لمحصول القمح هتنصرف بالكامل، لان انا ما عنديش عجز ان انا نقول لك وفر شكاره او وفر اثنين. واحنا يعني هو كمان مش بالضروره حاج حلمي تاخد المقرر السمادي مره واحده، لانك انت مش هتضيفه مره طويله. انا معايا 55 يوم 60 يوم عشان نضيف المعامل. لا لا، انا زي ما قال باشمهندس محمد اطمن، المقرر السمادي بتاعك هتصرفه كل المزارعين وما فيش مشكله ان شاء الله في الاسمده. بالنسبه للفول، بالنسبه للبرسيم، ده ماليش مقررات. طيب هنتكلم بالتفصيل، تابعنا بس واحنا لسه في بدايه الحلقه وهنتكلم بالتفصيل في كل هذه النقاط. ماشي يا دكتور. بشكر. اما بالنسبه للدكتور حسني، انا اتكلمت سعادته قبل كده على وحده بطري وطلب مننا تقريبا حوالي 100 متر، ما احناش عارفين نوفرهم من المحليات ال 100 متر. فين حتى انت؟ ايه ده؟ بزاوية خنازي. زاوية خنازي. خدت بال حضرتك؟ احنا بيننا وبين اقرب وحده لنا على الاقل 4 كيلو، هناخد بيهم تعبان نمشي بيه المسافه دي ازاي؟ انتوا عندكم مكان يعني؟ موجود المكان. بس المحليات بتقول احنا هنستخدموه وحده صرف، مع ان المكان يستحمل الاثنين. طيب عموما يعني خلاص، يعني المحليات دي ممكن دكتور حسني يتواصل برضه مع المحافظ والموضوع ده سهل حله، يعني اذا كان في امكانيه لاستغلال المكان. بس انا ليا رجاء عند سعادتك يا دكتور حمد. والله أمر المشكله اللي انا قلت لسعادتك عليها قبل كده، اللي هي بتاعت اداره كوم حماد، عاوزين فيها ايه الحكم الموجود بين كوم حبيب بين الاثنين اللي موجودين، وواخد السيد المهندس حكم بوقف قرار تعيين اللي طلعه الدكتور طلعت قبل كده. فرجاء للباشمهندس محمد، رجاء مني كفلاح يرفع الظلم بس. طيب ظلم ايه بس؟ لا بص يا حاج حلمي، الموضوعات دي يعني ما تبقاش على الهوا، يعني علشان احنا انا كلمت يعني حضرتك كلمتني معلش، انا حاضر. يعني
ده من عشمي فيكم بس والله. حاضر حاضر. لان اولا سمعه الباشمهندس محمد سابقا والله. تسلم لي تسلم. طيب بص بص يا حاج حلمي، يا حاج حلمي مطمئنين اتفضل يا سيدي. يا حاج حلمي يعني حضرتك ممكن توصل للباشمهندس محمد الزواوي في مكتبه وتفهموا الموضوع، وان شاء الله انا متاكد ان هو هياخد القرار السليم. وانا متاكد من ده برضه. طيب بشكرك بشكرك يا حاج حلمي، شكرا. طيب دكتور حسني، طبعا حضرتك تابعت المقدمه وانا شكرت الاطباء البيطريين ومديريات الطب البيطري. احنا بنشكر حضرتك على المجهود اللي عملوه الحقيقه. كلمني عن الحمله القوميه اللي تمت الحقيقه في البحيره. يعني طبعا في الاول بشكر حضرتك وبشكر كل زملائي حقيقة، يعني قاموا بمجهود كلك، يعني ما قمتش لوحدي. زملاء اه زملاء الاطباء، يعني انا من غيرهم ما اسويش حاجه يعني. زملاء الاطباء قاموا بمجهود حقيقه، يعني مجهود يعني فوق الطاقه، يعني برضو بالتعاون مع الزراعه على فكره. يعني الدكتور طلعت كان قبل الباشمهندس محمد. باشمهندس محمد جه اكمل المسيره معايا. يعني يعني انا دايما اقول الطب البيطري والزراعه هم جناحي وزارة الزراعة طبعا. يعني التعليمات عندنا معالي المحافظ اللي هو هشام، وتعليمات معالي الوزيرة برضو ان احنا نشتغل تيم ورك واحد. نشتغل في بوتقة واحدة، ننصهر يا فندم. مفيش فرق بين مفيش فرق، هي وزارة واحدة. مش احنا احنا وزارة واحدة، يعني التعاون بيننا وبين بعض مش هيكون هي. مش ممكن يبقى فيه انتاج حيواني. لا طبعا لا طبعا لا طبعا، وعشان ما في زراعة سليمة لازم يبقى فيه انتاج. يعني انا والباشمهندس محمد يمكن في خط ساخن بيننا على اتصال يوميا يعني. حتى من قبل حتى من قبل ما يجي ان شاء الله. الحمد لله احنا يعني عملنا معدل اعتقد كان رقم يعني كويس. اثناء الحمله عملنا 466,059 راس. الفتره البينيه اللي بين الحمله الاولانيه والثانيه كنا عاملين 36,077 راس. مجمل اللي اتحصن كده 502,136 راس. عملنا في العرب الرحل عملنا برضو حوالي 3600 راس. العرب الروح دي لا انا عاوز اعرف بقى كنت بتعاملوا معهم ازاي. بتعامل معهم ازاي قدرت تحصن الماشيه يعني مع هي كانت العرب الفكره دي برضو. بس خليني اخد المهندس انور فضل. من البحيره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. مبروك للمهندس الزواوي، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله حل مشاكل فلاحي محافظه البحيره ان شاء الله. اتفضل. انا مهندس انور عمر من زاويه من قريه اسمها القلعه جنب زاويه غزال. المهندس وليد السعداني اوعد الناس ان في مجمعات في الجمعيات الزراعيه هتفتح للاطفال. والى الان ما فيش اي مجمع فتح لا في مركز ابو حمص ولا في مركز دمنهور. بحكم ان اراضينا واقعه في الايه في المركزين دول. طيب الحكومة وعدت بحد أدنى للقطن قبل الزراعة. الحاجات دي تستنى لغاية تستنى لغاية شهر 11 علشان نعلن تسويق القطن، ولا المفروض يبقى الحاجات دي من بدري؟ ولغاية دلوقتي برضه ما احناش عارفين نودي القطن فين. فيا ريت المهندس الزواوي يقول لنا الحل، هنودي القطن ولا نبيعوه في السوق السوداء للتجار؟ هي الأسعار عندكم إيه دلوقتي؟ الاسعار عندنا بننزل ل 2300. طيب حاضر حاضر. تابعنا تابعنا. انا عارف ان الملف ده الحقيقه ان في ان كان في مشكله في تسويق القطن، لكن مع الوزير مؤخرا الحقيقه شكل لجنه لتسويق القطن التجاري، لان احنا عارفين برضو او متابعه تسويق القطن التجاري، لان للاسف التجار استغلوا الظروف ونزلوا بالسعر، لكن اعتقد ان شاء الله هيكون في حل يعني ان شاء الله. هو عموما برضو في نفس الملف احنا فيه تواصل اليومين دولت بيننا وبين الجمعيه العامه لتسويق القطن، وان شاء الله في خلال الاسبوع اللي جاي ديت هنبدا ناخد جزء يعني من مساحات القطن. بس احنا يعني اهم حاجه تمويل بس يجي للجمعيه، في شويه تنسيقات كده بتعملهم. بس نطمن اخواتنا المزارعين يعني ان هيبقى في حل وخلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب اتفضل. بالنسبة لموضوع العرب الرحل كانت معالي الأستاذ الدكتورة منى محرز ومعالي نائب المحافظ الدكتورة نهال كانت في زيارة لمركز أبو المطامير، ومركز يعني صحراوي زراعي. فهي معديها فشافت عرب، إيه دولت؟ فقلنا لها دولت عرب رحل بدون هوية، بيتنقلوا من الشرقية الغربية الدقهلية البحيرة. فقالت لا حصنوهم. ف
فبصراحه كانت فكره جميله. طب احنا البهايم دي مطلوقه هوقفها ازاي؟ الحيوانات دي مطلوقه. فجابت لنا من محافظه الغربيه واحنا مفيش مكان. لا مفيش فهي اتصلت بالغربيه حقيقه يعني يوميها وفرت لنا زناقه متحركه. واحنا بعدها زناقه متحركه واحنا تاني اسبوع عملنا زناقه متحركه. عملنا بقينا نروح لهم بالزناقه نحصن الناس صراحه يعني وجدنا قبول منهم حقيقه يعني كان في استجابه بالتعاون مع الشرطه برضه بخبيش حضرتك والمحليات برضه في استجابه حصلنا اكثر من 1500 راس والناس استجابت يعني الحمد لله. طب والله كويس كويس ده عمل رائع. طيب معانا امين من البحيره. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور ازي حالك؟ الحمد لله يا فندم. انا عندي مصرف صرف انا من قريه ابو دره مركز شبرخين والمصرف ده هو جام جاري ردم مصرف الصرف على مساحه 10 فدادين وعملت تلغراف لوكيل وزاره وتلغراف لوزير الزراعه وعملت له بلاغ في المركز وتحول للمعاينه ولم والمصرف مردوم ومش عارف ازرع الارض الجرح ازاي واصفها ازاي والمصرف ده كان بيفتحها كل سنه بالكراك. ما حدش جه طهره ولا الجمعيه جت عينت النهارده ولم يتخذوا اي اجراء. طيب هو الباشمهندس محمد هياخد البيانات وهيتواصل مع حضرتك. ده في قريه في جمعيه ايه؟ هو جمعيه ابو دره. جمعيه ابو دره ماشي ان شاء الله. ان شاء الله احنا طبعا ماشي. انت بتقول ان هم راحوا عملوا معاينه النهارده. عملوا معاينه النهارده بعد انا ما اشتكيت للي في النيابه حولت البلاغ للنيابه. ان شاء الله بكره التقرير بتاع المعاينه هيوصل للنيابه وان شاء الله يتاخد اجراء ضد المصرف عايز يتفحص يا باشا. يعني احنا بدل ما نحترقه احنا اهالي ونحترقه ونعمله الاول المصرف ده مصرف خاص ولا مصرف عام؟ مصرف صرف عمومي يا باشا. مصرف خاص ولا مصرف عام؟ يعني خاص ولا عام؟ لان لو خاص يبقى تبعنا لو عام يبقى تبع الراي. لا مصرف صرف عام. مصرف بص يا امين المصرف الصرف بتاع النمره بتاع الارض من احوال الارض يبقى ده مصرف خاص. بص يا امين المصرف المصرف العام اللي هي وزاره الري هي اللي بتطهره اللي بيجي يحفر. اما المصارف الخاصه اللي هي جمعيه زراعيه او الفلاح نفسه هو اللي بتطهره ماشي. فهو هو مصرف خاص. ان شاء الله مشكلتك ان شاء الله مشكلتك تتحل والمصرف يتطهر. ما تدخلش يدويا بس يا باشا يعني لا لا ان شاء الله ربنا يا فندم يا حاج امين ما انت لجأت لينا اهوت وقلنا لك باشمهندس محمد بيقول لك ان شاء الله ان شاء الله الموضوع ده يتحل مفيش مشكله خالص. بنشكرك. ماشي يا حاج امين بنشكرك. يعني كان في استجابه من المربين في البحيره. في استجابه بالنسبه يعني ما كانش في اي معوقات نهائيا. لا حقيقه يعني الدكتوره منى اجتمعت بينا اكتر من مره ويعني قالت لنا وكنا بنجتمع حقيقه بمنتهى الشفافيه بعيدا عن التهوين وبعيدا عن التهويل. طبعا ما هو الحقيقه ده المجرده تشعرني. فاي عقبات يعني اتصلت بالشرطه ويعني كان في تواصل بيننا وبين الشرطه. الشرطه كانت بتطلع معانا بس حقيقه ما وصلناش يعني الايه للصدمات. الناس كانت بتستجيب احنا والله الموضوع كذا وكذا احنا هنحصن حياناتك بنحمي الثروه الحيوانيه. لا لو هو بيبقى حريص نفسه على الثروه. وحضرتك الترقيم والتسجيل برضه الدكتوره استاذه الدكتوره منى مهتمه بيه. بدينا نشتغل فيه في التحصين لقينا قبول من الناس لدرجه ان احنا في البحيره عملنا لجان اسمها لجان تنشيط اعمال التسجيل والترقيم. الحمله خلصت وشغالين فيها كل يوم شغالين فيها. بنروح التجمعات بنروح للاهالي يعني في قبول حقيقه يعني كويس. يعني احنا بره الحمله عاملين حوالي 2000 حاله تسجيل وترقيم ده من يوم الحمله المخصصه لغايه دلوقتي. لجان بنتعاون مع الادارات المختلفه في يعني اقدر اقول عدد الرؤوس اللي تم تسجيلها او ترقيمها كم في البحيره؟ لا الرقم اللي هو حاليا اثناء الحمله احنا عملنا حوالي 50,000 اثناء الحمله. طبعا في ارقام مثبته ومركبه قبل كده. تمام. احنا بعد الحمله يعني عندنا 2000 راس. بنتعاون بقى مع اداره الوقايه اداره التسجيل والترقيم تتعاون مع اداره الرعايه البيطريه بنعمل حملات رش مجاني. بنرش الحيوانات. انا مش هرش لك الحيوان غير لما ارقم. مش هديك الخدمه غير لما ترقم. الناس اوتوماتيك طبيعي خلاص التسجيل والترقيم اصبح يعني مقتنع بيه جدا. تمام. ده شيء كويس على فكره لان لما بيكون في تعاون من المزارع من المربي بيسهل عمل اللجنه.
طبعا. وبعدين اللجنه رايحه بتادي لك خدمه على فكره. دي تعتبر يعني حتى المبالغ تعتبر رمزيه يعني. لا ده يعني مبلغ ضعيف يعني. يعني كلام فاضي لا يذكر يعني. بنادي لك خدمه عشان نحافظ على الثروه الحيوانيه بتاعتك ونحافظ على الثروه الحيوانيه لمصر. وده شيء لازم كلنا نتعاون بقى في الموضوع. طيب معانا عادل. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم عادل بتاع البحيره. ازيك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مش على ضيوفك الكرام الاستاذ محمد زواي والاستاذ حسني. اتفضل. كان منور الجاتوه البارح. طيب اتفضل، ما هي المشكله؟ كان منور الجردود وكنا نستمنى. تسلم تسلم تسلم. كنا في ندوه ارشاديه. طب عندك مشكله يا حاج عادل؟ احنا بالنسبه للجمع انا عامل حقل ارشادي جمع. بيطلعوا لنا بيقولوا شكاره ونص للفدان. انا عاوز شكارتين للفدان. انت عاوز شكارتين؟ اسمع حضرتك الاول. المفروض يطلعوا في ماوي عشان بنحطوه مع الزراعه. هم ناس محترمين. طيب في عندك مشكله ثانيه؟ بالنسبه للري اللي بتاع التطوير ده بيننا وبين التطوير 2 كيلو. المفروض يوصلني. حاضر حاضر. انت ارضك فين حته يا حاج اسماعيل؟ احنا ارضنا على ابو دياب. التطوير بحر ابو دياب وجيب له ابو دياب مفيش بص تطوير. بص يا حاج، بالنسبه للتطوير احنا شغالين مركز المحموديه ومركز ابو حمص ومركز كفر الدوار ودمنهور. انت ارضك تبع الحوش ولا تبع؟ تبع قريه الكمران. تبع حوش عيسى. تبع حوش عيسى. ايوه ان شاء الله. احنا حوش عيسى وابو المطامير هيبقوا في مرحله الكمران. جميل الخدمه يا باشا يا دكتور محمد. يا اهلا وسهلا بيك. احنا بنشتغل في زمام ابو حمص. بنشتغل في زمام ابو حمص. بعد ما نخلص من زمام ابو حمص هنخش على زمام حوش عيسى والمطامير ان شاء الله. ناس محترمين والله. تسلم لي. بنشكرك تسلم. بنشكرك يا حاج عادل. بنشكرك. ناس محترمين. انا قعدت مع الدكتور طلعت وقعدت مع الدكتور محمد وكان نفسي يبقى دكتور حسني معايا البارح. ان شاء الله ان شاء الله نجوا له. ان شاء الله ان شاء الله نجي. بنشكرك. بالنسبه للقمح، هو بيتكلم عن القمح. انا هو بيقول لك انا اخذت شكاره ونص، هو عاوزهم شكارتين. لا انا عاوزه يلتزم بالتوصيات اللي انا حقل ارشادي. ده انا بندي لك توصيات على اساس ان انا عاوز في اخر الموسم تجيب احسن محصول. انا اللي عاوزك اللي عاوزه المطلوب منك ايه؟ ان انت يوم ما تزرع تجيب جيرانك خمسه سته من حبايبك كده وتقول لهم والله انا اخذت 60 كيلو للفدان او 50 كيلو للفدان، انا هنحطهم وهنحطهم في السطاره قدام منكم وتعالوا اتفرجوا عليهم. يوم يجي وانا التزمت بتوصيه الزراعه بسطاره، التزمت بمقاومه الحشائش في الميعاد اللي هو وصونا عليه، كل كميات الميه التزمت بيها، التسميد التزمت بيه، تعالوا يوم الحصاد تدعي الناس، نفس الناس تدعيهم وتقول لهم تعالوا. ادي الفرق بين لما التزمت بالتوصيات الزراعيه وادي الفرق في المحصول عند جيراني اللي موجودين. وهو ده الهدف. عشان جيرانك السنه الجايه ينفذوا نفس الايه؟ تمام. الشغل بتاعك. تمام. وبعدين مش عاوز يقلق يعني، الحقل الارشادي ده هيبقى تحت اشراف الوزاره يعني والمديريه، فما تقلقش يعني، تحت اشراف الحمله القوميه. معانا السيد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور حامد ازي حالك؟ الحمد لله. معاك السيد جبر من رشيد بحيره. منين يا فندم؟ من رشيد بحيره. اهلا وسهلا. اهلا بك حضرتك. انا مشكلتي مشكله طويله شويه الامر لله، مشكلتي مشكله طويله شويه بس انا عايز استدعي حضرتك تتصل عليه عشان تسمعها. بس علشان الوقت الله يخليك، علشان في تليفونات كتير. انا هختصر لك الموضوع والله في اقل جمله، لو عايزني اتصل بحضرتك على تليفون ثاني مفيش مشكله عندي. اتصل اتصل مفيش مشكله، اتفضل. المشكله عندي بخصوص، انا طبعا كنت دبلوم زراعه انتاج حيواني. تمام؟ المهم بعد ما خلصت الدبلوم بتاعي يا ربنا قدرني وجمعت قرشين وعملت مشروع انتاج حيواني، فباخد درسين من مزرعه السينه بالبصيل. المزرعه دي تبع الاصلاح الزراعي. المدير بتاع المزرعه دي مش عايز اقول لك نصاب حرامي. لا 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 يا يا لا معايا الورق اللي يثبت الكلام يا عم سيد. الله يخليك، معاك الورق يبقى تجيبه. معايا الورق اللي لكن ما تتكلمش على الهوا وتطعن في اي مسؤول. معلش انا معاك مستندات يا فندم، هاتها لنا واحنا مش هنسكت على فساد. والباشمهندس محمد معاك، اوصل له
لو في مشكلة هتتحل. طب رقم في فساد هياخد الإجراء، لكن ما نتكلمش على الهوا. لا أنا معايا، علشان أنت يعني لا تقع تحت طائلة القانون. مستعد إن أنا أقع تحت طائلة القانون يا فندم. يا فندم البرنامج ماشي، بس قول مشكلتك، قول مشكلتك، مفيش مشكلة. البرنامج مش معمول علشان نتهم آخرين. معاك أدلة، أهلا وسهلا، هات الأدلة وهنتصرف، والباشمهندس محمد معاك توصل له بالأدلة اللي معاك وهياخد الإجراء. مفيش مشكلة. قول لي مشكلتك بس بعيدة عن بشكرك بشكرك. المشكلة يعني على تفصيل صغير كده، أنا كنت شاري برسيم المزرعة ديت سنوي تعقير، هو ثلاث توشات أو أربع توشات بالمعاد من شهر 11 آخر 30/4 أسلمه الأرض. فالمهم قدمت الطلب بتاعي على 6.5 الفدان ماشي حضرتك. فالمهم قال لي الطلب بتاعك اترفض ومطلوب 6000 جنيه، المفروض إن البرسيم ده يطلع مزاد. المفروض انه يطلع مزاد، فما طلعش مزاد. طيب بص يا مشكله خاصه يا حاج سيد، حاج سيد بعد اذنك اوصل باشمهندس محمد واشرح له القصه. طيب في اي مشكله، في فساد هياخد الاجراء. بشكرك جدا. طيب معانا مين؟ معانا احمد. اه الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتورني؟ الحمد لله. و سلام للبشمهندس محمد الزواوي اللي على راسنا من فوق اللي هو شرف البحيره. اهلا وسهلا، تفضل. شكرا، الله يكرمك. والدكتور حسني الله يبارك، تفضل. ايه المشكله؟ المشكله انا عايز شندوي تجوي غله، شندوي واحد ومش لاقيها ولا في تال بارود ولا في الجمعيه التعاونيه بتاع الشارع. طيب اتصل بينا بكره ان شاء الله نوفرها، واحنا نوفر فورا لك شندوي واحد. ماشي. هنقول لك موجوده فين، تروح تجيبها من مكان. ماشي. والمشكله الثانيه، مياه الري ما جتش بسرعه بقالها 4 شهور. طلعت ايه؟ طلعت شاهين. طلعت شاهين واخده من ابو دياب تبع قوم حماد، بقالها 4 سنين ما فيهاش ميه. 4 شهور. امال بتزرعوا ازاي؟ 4 شهور. اه انا افتكرت 4 سنين. طيب حاضر. لا اربع شهور ومعاه ورق مختوم من الجمعيه الزراعيه، وورق مختوم على انت زرع ايه؟ مدير الجمعيه. انت زرع ايه؟ والاعضاء. زرع ايه يا احمد؟ ايه زرع غله وبرسيم وفلفل. طيب رويت البرسيم منين؟ من كله من الارتواج، وعندنا الماية الجوفيه تحت الارض خشت والله. طيب حاضر والله. حاضر. احنا من دوق. حاضر يا حاج احمد، هنحل لك المشكله. اسمها طلعت شاهين بتاخد من دوق 60 و66 متر. طلعت شاهين بتاخد من ابو دياب. من ابو دياب. حاضر يا احمد، بنشكرك. الغفير متجاوز الجوازات وعندي شهود على ذلك، بس طبعا ما ينفعش نقولها على. طيب طيب يا احمد. حاضر. الله يخليك، سيب بياناتك في الكنترول وهنحل لك المشكله ان شاء الله. دكتور حسني، إذا كنا بنتكلم على استجابة المواطنين المزارعين، يبقى أكيد الإرشاد البيطري لدول. طبعا نتكلم بقى على الإرشاد البيطري. بالنسبة للإرشاد البيطري، احنا عندنا في البحيرة بنتعاون طبعا. احنا عندنا 16 إدارة بيطرية، كل مركز فيه إدارة بيطرية عدا أبو المطامير، في إدارتين، إدارة غرب النمرية في جانكليس وإدارة أبو المطامير. كل إدارة بتعمل إرشاد، فيها رئيس قسم إرشاد بيعمل الإرشاد بتاعه وبيدينا تقارير. يعني أنا عندي على سبيل المثال يعني للحصر، إدارة دمنهور مثلا 127 ندوة إرشادية، قم حمادة 71 ندوة إرشادية. بالإضافة لكده أنا بعمل ندوات مركزية. الندوات المركزية ديت أنا عامل 40 ندوة مركزية إرشادية من ديوان المديرية. غير كده بعمل بالاشتراك مع مديريه الاوقاف، عامل 10 ندوات ارشاديه مع مديريه اوقاف البحيره. مديريه الاوقاف يعني بتعملها في المساجد او في؟ لا مش في المساجد، يعني في اماكن برضو بتعاون مع الوحدات المحليه في ديوان المديريه في قاعات الارشاد الزراعي مع الزراعه طبعا، توأم الزراعه. بعد كده عامل 7 ندوات. فيها تجمعات كبيره ندوات الارشاد بيكون فيها. لا انا بعدل اعداد جيد، في قاعات ارشاد كويسه، في قاعات عندي في المديريه. بتعدلها ازاي يعني؟ يعني حضرتك بتبلغ المزارعين ازاي مثلا في القريه؟ عن طريق الجمعيات الزراعيه، عن طريق الوحدات البيطريه. بتصل بمديريه الزراعه، بتصل بالادارات البيطريه،
بتصل بالتمريري فيا، يعني بيبقى في تواصل، بتصل بالوحدات المحليه. مش ممكن عن طريق الميكروفون مثلا في المسجد بينادوا طبعا؟ لا، هو لما بتوصل للجمعيه الزراعيه بتاع الجمعيه الزراعيه بينادي في الميكروفون. المزارعين اللي بتوصل للجمعيه رواد الجمعيه بيقولوا، بيبقى جنب منه برضو الوحده البيطريه اللي بيجي يعالج حيوان ولا حاجه ببلغه، وهو بروح يقول لغيره، يقول له نبي عم فلان في الحته الفلانيه بلغ في التليفون عنه. الناس على فكره الفلاحين بتستجيب، يعني عامل 7 ندوات ارشاديه بالاشتراك مع الارشاد الزراعي، 3 ندوات ارشاديه مع مديريه الشباب والرياضه. اصل هو دكتور حسني يعني من وجهه نظر الشخصيه الارشاد البيطري هو نص الطب البيطري، نص الطب البيطري لما يكون ناجح الطب البيطري هيسهل عليك المهمة في كل حاجة. مش هتلاقي مشكلة في التحصيل. مركز النيل الإعلام بعمل مركز النيل الإعلام بعمل معانا أدوات إرشادية. الوحدات المحلية بعمل معانا أدوات إرشادية. قبل الحملة القومية عملنا إرشاد ضخم، قبلها يمكن بشهر عملنا إرشاد، قبل يوم التحصين لازم دكتور إرشاد بيروح يعمل إرشاد. يعني أنا بقول للدكتور بتاع الوحدة أنت إرشاد متحرك. طيب هل الطبيب البيطري اللي بيشتغل في الارشاد ليه مميزات معينه او صفات معينه؟ طبعا خلينا نسمع الاجابه بس. ناخد ناصر. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنقول لحضرتك يا دكتور، اتفضل. يعني فلاح وقبض الاصلاح الزراعي بمنطقه ابو المطمئن، وجيت دعونا بقبض على مده على 15 سنه مادة كتب، ودفعنا جميع الأقساط ال 15 سنة. وجينا حاليا دلوقتي عملوا لنا تبديل وجايبين لنا ورق بتيجي اختصاص إن إحنا ما دفعناهوش. جايبين لكم ورق إيه؟ جايبين لنا إن إحنا في تحت اختصاص ما دفعناهوش، وإحنا دافعينهم ومعانا ورق. اتجهنا لجميع حتى بعت تلغراف للكتب امبارح. التلغراف ما وصلش. رد عليها تاني. انا عايز نشوف مشكلتي يا فندم. انا استفدت بالدنيا الحل النيابه الاداريه، الرقابه الاداريه، روح جميع الاماكن يا فندم. وانا شفت مع طيب مع انت رحت لمدير مديريه الاصلاح الزراعي؟ رحت يا باشا. قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ اهو رحت. ايوه شرفت المديريه ورحت. اتجهنا لما وقفوا لنا العياده في الجمعيه رحنا لمدير المنطقه حسن الخولي. حسن الخولي هتجيب لنا الفك العادي. وقال احنا رايحين عشان ينقذنا، هددنا بفك العدل، وقال انت عليكم 9 دولار بمديره مصروف الخزنه. طب مصروف الخزنه امال انت ماضي وخاتم والموظف بتاعك واخد الفلوس، طب احنا نعمل ايه؟ يعني انتوا سددتوا كل الاقساط؟ سددنا الاقساط كلها. معاكم ما يثبت هذا الكلام؟ انا ما يثبت معانا كاش. طيب بعد اذنك اوصل للباشمهندس محمد الزواوي ومديرية الزراعة وهو هيتواصل مع الإصلاح ويشوف المشكلة. ونطلع لك لجنة متابعة تشوف لك مشكلتك يعني. في الزراعة في كفر الدواري يا باشا؟ أيوه مديرية الزراعة. بشكرك. أنت تبع أبو المطامير ولا تبع كفر الدوار؟ إحنا في أرضنا إحنا سكننا كفر الدوار، بس الأرض بتاعتنا أبو المطامير. طيب انت روح ابو المطامير او 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 اخترنا، انا نبعت لك حد من المتابعه يشوف لك المشكله دي. احنا جمعيه بس جاهز جاهز ده. منطقه ابو المطامير ماشي. يعني في اكثر من 17 امتار في نفس الطريق. طيب حاضر، جهز المستندات بتاعتك وهنبعت لك حد يفحص الموضوع ده. وسيب بياناتك في الكنترول يا اخ ناصر. بشكرك. دكتور حسني، الطبيب البيطري بيشتغل في الارشاد ليه صفات معينه؟ اكيد طبعا. زي ايه؟ اولا الشخصيه. طبعا عايز شخصيه معينه، يعني يكون عنده قوه اقناع، قوه حجه، مهمه قوي، فصيح، طليق اللسان، يتكلم، يعرف يكون قريب من الاهالي، متعايش مع الناس دي. ايوه. المظهر. وانا دايما اشدد على المظهر، يعني اروح لجنه التحصين مثلا اروح اقول لهم لا البس البلطو بتاعك. ايوه مهمه قوي. المظهر. وعلى فكره الدكتوره منى حريصه قوي على الحمد لله. حريصه جدا الحمد لله. ده متنفذ الحمد لله. اصل انت لما بتدخل على المزارع كده 5 6 اعضاء الحمله وكلهم لابسين بلاطي بيضاء بيحترموا وبتاع طبعا. يقول لك الناس دي بتشتغل بجد، دي الناس دي مش بتهزر يعني. لا حقيقه الدكتوره منى واللي هو ابراهيم الدكتور محمد عطيه، لا موفر لنا جميع الامكانيات. يعني كمامات، غطاء راس، بلاطي ديسبوزل، بلاطي عاديه، بوات، كل حاجه جوانتيات. يعني احنا بحصن الحيوان، كل حيوان بالسن بتاعه وبعد عليه السنون. انا بمر اعد عليه السنون.
يعني احنا على فكره اتكلمنا في موضوع السنون ده لا متوفر الحمد لله. كان الاول كان سن واحد الكلام ده غلط في البرنامج وطلبنا يبقى سن لكل حيوان كل حيوان بسن وفعلا اتنفذ نفذ. عدد السرنجات ما بيروحش بسرنجه واحده لا باكتر من سرنجه طبعا بيبقى معاه غلايات غلايات كهربيه غلايات سيبرتو يعني كل حاجه متوفره يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وعشان كده انا ليه بسال حضرتك السؤال ده لان فعلا طبيب الارشاد المظهر لا مهم قوي مهم هيسهل لك كل شيء طيب يعني فاصل قصير اعزائي المشاهدين ونستكمل الحديث بعد هذا الفاصل ان شاء الله فانتظرونا. رحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين مره اخرى بعد هذا الفاصل واجدد الترحيب بضيفي الكريمين في هذه الفقره السيد المهندس محمد الزواوي والدكتور حسني محمد علي عباسي. برحب بحضراتكم مره ثانيه يعني خلينا اتكلم مع حضرتك بقى باشمهندس محمد. يعني كده واضح ان القمح انتوا بداتوا تزرعوا مساحات كبيره الحمد لله دي مساحات مبشره. الاسمده حضرتك ذكرت ان مفيش اي مشكله عندك رصيد متوفر. المحاصيل الاخرى الشتويه يعني كان في احد المتصلين بيسال على البرسيم هل ليه سماد كذا اتفضل. الأول البرسيم ده يعتبر من المحاصيل البخلية اللي بتثبت الأزوت المفيدة للتربة بتثبت الأزوت الجوي في التربة. هو ممكن حد بيحتاج بيبقى شكارة سلفات بوتاسيوم أو حاجة إنما ما ينصحش أساسا باستخدام لا اليوريا ولا النترات في البرسيم. تمام ماشي والبرسيم كمان احتياجاته بتبقى الفوسفور أكتر ومتوفر السوبر فوسفات موجود في طيب نتكلم عن المحاصيل الأخرى. نعم البنكر انا عندنا في النواريه في البحيره 45,000 فدان بنجر السنه دي ان شاء الله تم زراعتهم بالفعل تم زراعتهم بالفعل السنه اللي فاتت كانت ايه لمت يعني ما بس هو مش هتبقى رقم بعيد عن الرقم ده يعني ممكن اكيد مثلاً المساحه السنه دي اعلى لا البنجر هياخد جزء من القمح لان البنجر طبعا اسعاره بدات ظهرت من بدايه الموسم الفلاح شاف ان فدان البنجر ممكن يجيب له عائد اكتر من فدان القمح عدم وضوح سعر القمح لغايه النهارده برضو ممكن تدي تاثير فمساحه البنجر هتاخد جزء من مساحه القمح يعني تمام. الحته الثانيه طبعا يعتبر البنجر محصول تعاقدي يعني. تعاقدي وبيبقى الفلاح عارف ان هو هيجي له عائد قد ايه لو التزم بالتعليمات الزراعيه بالظبط. هل في مصانع هناك؟ احنا عندنا ثلاث مصانع في البحيره علشان كده المساحات ايوه ثلاث مصانع موجودين وثلاث مصانع يعني بيستوعبوا كميات مميزه يعني انا عندي شركة النيل، شركة اسكندرية، شركة النبارية يعتبر المساحات موزعة على الكل يعني فإن شاء الله يعني محصول البنجر يكون محصول والمزارع بيلاقي عائد فعلا في محصول البنجر يعني. طب دور مديرية الزراعة في هذا المحصول بالذات يعني أولا احنا بنكون وصلت يعني في تواصل بيننا وبين المصنع على اساس ان هو يوفر التقاوي نعمل التعاودات بنحضر فيها بنباشر المحصول اثناء العمليات الزراعيه واثناء التوريد بنودي مندوب من عندي يحضر عمليه توريد البنجر اولا يتاكد ان هو ياخد نسبه السكر بتاعته صح يتاكد ان نسبه الشوائب بتاعته لو فيها مشكله على نسبه الشوائب ولا حاجه تمام يبدا المندوب بتاع مديريه الزراعه بيبقى موجود في قلب المصنع لو حصلت مشكله يتدخل مفيش مشاكل بالاضافه لمتابعه المحصول ما هو احنا بنقول متابعه العمليات الزراعيه بالكامل ديت مسؤوليه المديريه بعد المحصول ما بينتهي ويبقى في حصاد اثناء التوريد للمصنع بيبقى موجود مندوب من المديريه موجود في المصنع لعمليه التحكيم لو حصلت مشكله لا على نسبه السكر ولا على الشوائب الموجوده في وفعلا بتحصل مشاكل زي كده بالتاكيد في اوقات بيبقى واحد وهو بحمل شال كميه تراب حطها في العربيه يظهر الكلام ده في يقول لك انت نسبه خصم فين فبنطلع الحاجات ديت بيبقى مندوب الزراعه موجود بيقول له اطلع اركن بره بتتغسل ويرجع تاني يصف بالنسبه للشوايب واحد سايب الجزء كبير من المجموع الخضري في النبات فلازم ان تطلع شوايب وجود المهندس الزراعي في المصنع بيبقى ايه حكم بين المصنع وبين المزارعين تمام
الثروه الداجنه في البحيره يا دكتور حسن؟ الحمد لله حاليا داخلين على فصل الشتاء. بدانا الاستعداد طبعا بدري قبل كده عشان انفلونزا الطيور. الحمد لله يعني عندنا اللي هو الطيور المهاجره. خدنا منها عينات في يناير اللي فات. طلعت خاليه الحمد لله. طب تمام، لان هي سبب المشاكل. امبارح لا احنا عندنا مسار طيور مهاجره في البحيره. في ايدكم بالتحديد. امبارح خدنا عينات الحمد لله، يعني لسه منتظر النتيجه. فبالنسبه لبؤر الانفلونزا كان عندنا بؤرتين السنه دي اتعملنا. امتى؟ في شهر كانوا في شهر يناير، كان في قريه سمخرات مركز الرحمانيه. وكانت في بؤره في شهر مارس في قريه فيشه مركز المحموديه. حصلنا حوالين البؤر في دايره نصف دايره قطرها 9 كيلو الحمد لله، بعدها ما ظهرش بؤر. بدانا طبعا الاستعدادات ان احنا عملنا تنسيق وتعاون مع الادارات المحليه، مع مديريه الزراعه، شؤون البيئه، الشرطه، مع الصحه. عشان في لجنه الخماسيه من نشط، هي موجوده بس من نشطها. كل مركز بيطلع باللجنه بتاعته وبيديني تقرير كل اسبوع. بعد كده برضو من مر عملنا حصر، تحديث الحصر بتاعنا للمزارع. حصرنا عندنا 2366 مزرعه. بدانا السنه دي عملنا نظام. وعدد المزارع كام تقريبا؟ لا انا بتكلم عندنا، انا باخد اللي الدكاتره حصروه 2366. ليه؟ اللي الدكاتره البيطريين حصروه، الاطباء البيطريين 2366 مزرعه. بيمروا في طبيب انفلونزا في كل واحده بيطريه. بيمر بيديني تقرير اسبوعي. عامل برنامج عندي في ديوان المديريه في قسم الدواجن. التقارير دي بتوصلني بحطها على برنامج اكسل اوتوماتيك. اول ما يجي عمر 30 يوم الطيور، فين التصاريح، فين العينات، اتابع اللجنه الخماسيه مرت، الدكتور مر، الاخ المربي باع ما عملش عينه، بعمل له الايه الاجراءات القانونيه بتاعتنا. بس الحمد لله بدا في استجابه حقيقه من الناس. احنا اجتمعنا مع الناس على فكره، المربيين اصحاب المزارع، بنجتمع معاهم بصفه دوريه. يعني انا سالتهم هل عندكم مانع تاخدوا عينات؟ الناس قالوا لا ما عندناش مانع. مصلحتهم طبعا بالاقناع. الناس كانوا يعني حقيقه برضه هم كانوا فاهمين اللي هو القانون 70 لسنه 2009. طيب فاهمينه غلط. نسيب القانون دلوقتي. نتكلم معانا جمعه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حرام اتفضل. اهلا وسهلا حضرتك. انا زارع نص فدان بطاطس عندي في كفر الدوار في دهاز. جمعيه اسمها جمعيه بابا. حضرتك انا رحت نجيب كيماوي، المعدلات مكتوبه قدامهم بس من 2005 2007 في 9 سكاير للفدان. فدي الموظف مديني 3 سكاير بس، يا عمي ما يكفيش، طب خليهم 5 خليهم 4، قال لي هم 3 سكاير بس. فمش عارف، في الاخر حلف عليا قال لي والله والله تضرني لو انت كتبت السكاير الرابعه. بص طيب خليك معايا تسمع الرد من الباشمهندس محمد. احنا في اسمده متوفره، في اسمده متوفره، بس هو الهدف ايه؟ ان انتوا منطقه كفر الدوار بتزرع معظمها بطاطس. لو انا اعطيتك الكميه بتاعت الاسمده مره واحده دفعه واحده مش كل المزارعين هياخدوا في الجمعيه اللي معاك. فانا بنقسم. معلش يا دكتور استاذ محمد. نعم. حضرتك اللي زارع في الجمعيه في حالها هم 3 انفار فقط لا غير. والباقي زرع خرشوف وخضروات وحاجات من الثانيه. لا المهم المساحه. ما هو الخرشوف في النهايه عاوز برضه سمات زيك بالظبط. والمهم ولكن بص يا جماعه، انت جمعيه ايه؟ جمعيه بابا. جمعيه ايه؟ تبع المنطقه، تبع كفر الدوار، تبع كفر الدوار سكنا كده، بس تبع لابو المطامير في. اسمها جمعيه ايه؟ اسمها جمعيه ايه؟ اسم الجمعيه. جمعيه بابا. بابا قضاء بباء بابا بألف ايه مربوط. طيب عموما سيب بياناتك في الكنترول والباشمهندس محمد هيتواصل معاك. بشكرك يا حاج جمعه. يعني بالنسبه للاسمده يا جماعه، احنا بنقول الاسمده ما بتضافش دفعه واحده، لكن الكميات احنا علشان برضو يقدر سيد وكيل الوزاره يوفي باحتياجات جميع المزارعين في كل الجمعيات الزراعيه. لان انا لو ادينا لعدد من المزارعين المقرر السمادي كله بالكامل، يبقى في مزارعين مش هياخدوا اسمده خالص يعني. طيب معانا يوسف. ايوه يا فندم اتفضل. ازيك؟ سبحانك. اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يبارك فيك. يوسف معاك من قوم الفرج. لو سمحت يا سيدي، الميه عندنا في الصيف ماشي، نسبه الملوحه بتيجي عاليه فيه، لانه فتحوا لنا بيقولوا ماسوره تحت فرعه النبوريه وجابوها علينا في الحاجر. فدي الزراعه، احنا اي زراعه بنزرعوها بمصادر على هيئه مصادر كده بتعمل سبخه في على الارض من فوق وبتاكل التجاوز منين. يعني انا امبارح صدام ذره السنه والله العظيم ما جاب اردبين ذره. فمش عارف يعني مشكله الميه دي انا عندنا ايه. انت بتقول نسبه الملوحه عندك عاليه؟ ماشي نعم. نسبه الملوحه عندك عاليه؟ الارض اللي فيها نسبه ملوحه دي تعتبر اتدمرت في الصيف عندي. طيب طب اسمع الرد من الباشمهندس محمد، خليك معايا. المشكله أيوة، المشكله دي فعلا يعني حد عرضها عليا وانا اعطيت تعليمات الاسبوع ده ان هيطلع ناخد عينه ميه من قدام المكب بتاعه الري من بعد فتحه الخلط. هو طبعا فيه نسبه خلط ميه صرف على ميه ري في المنطقه اللي عندك دي، ده فيها نسبه كرور يا استاذ محمد. بس دي محمد دي واحده بس، دي واحده هنشوف. يا يوسف انا اعطيت تعليمات، انا ما اعرفش بس نسبه يعني يا حاج يوسف يا فندم هنحل لك المشكله. اصبر بس، اصبر تسمع بس يا حاج يوسف. ماشي احنا اعطينا تعليمات ان احنا هناخد عينه من الميه اللي موجوده بعد المكب بتاع الماسوره الخلط. هناخد ثلاث عينات، عينه في اثناء المناوبه وعينه بعد في اثناء عدم المناوبه، ونشوف ونحلل العينه ديت، ولو لقينا فيها اي مشكله في تواصل بيننا وبين الري هنزود لك ميه النيل عن ميه الصرف اللي موجوده. يعني لازم تتحل المشكله دي يا دكتور حامد. نعم يا دكتور حامد، اقسم لك بالله صدقني الغلط. احنا مصدقينك يا حاج يوسف من غير ما تحلف. نعم. والله احنا مصدقين حضرتك، والباشمهندس محمد قال لك احل المشكله. حاضر، وتواصل معانا حاضر. عندي حاضر، سيب بياناتك بس في الكنترول. بشكرك جدا يا حاج يوسف. معانا ام مريم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انت حضرتكم قلت ان القطن ب 27 اول ما ابتدى الجام. وبعد كده دلوقتي عندنا بيلموه على 23. فاحنا طبعا مأجرين حته ارض. والله والله انا مش هقدر اقول غير انك انت عندك حق، لكن الباشمهندس محمد متواصل، يعني هو عارف المشكله كويس جدا واحنا كلنا عارفين المشكله، واعتقد ان هو قال في البدايه ان يمكن خلال الاسبوع ده تتحل المشكله باذن الله. لكن هنعمل ايه للتجار اللي هم للاسف الشديد بيستغلوا الظروف؟ للاسف الشديد. هو احنا نبيع يعني ولا ما نبيعش؟ لا انت ولا إيه؟ انت ما تستعجليش في البيع ما دام السعر عندك 23، وان شاء الله خلال الاسبوع اللي جاي ده هيبقى في اسعار، لان في كميه قطن هتنسحب من محافظه البحيره، وبناء على حتى التاجر اللي بلم هيضطر ان هو يرفع السعر. فاطمنك يعني ان شاء الله في انفراجه للقطن. بنشكرك ان شاء الله. بنشكرك يا ام مريم. ما هو التجار بيلموا علشان السعر هيرتفع وهم يستفيدوا فيه. هم عارفين ان حاجه غريبه جدا يعني. يا جماعه احنا ليه كده؟ ليه بنعمل كده ببعض يعني؟ ما هو المزارع ده هو اللي تعب وهو اللي شقي وهو اللي انتج، وانت يعني عاوز تتربح بمنتهى السهوله وانت ما تعبتش ليه؟ يعني خدوا بالكم، يعني ربنا مطلع على النوايا وربنا مطلع على كل شيء. اللي بيعمل العمل ده اعتقد عمل لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، واكيد هيتحاسب عليه يوم القيامه. عاوزين بقى يبقى عندنا ضمير وضميرنا يصحى كده ونشتغل صح، ها، علشان بلدنا تقوم. يعني ما ينفعش ما ينفعش كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه، مصلحته الخاصه كده ما ينفعش. خلينا ندور على المصلحه العامه بتاعت البلد. يا جماعه ده الفلاح ده هو اهم عنصر في القطاع الزراعي، مش هو اللي بينتج، مش هو اللي بيزرع، مش هو اللي بياكلنا. ليه نستغله؟ ليه التجار بينتهزوا ظروف؟ حرام، فعلا حرام. انا بأخاطب ضمائركم، بأخاطب ضمائركم، اتقوا الله. بالنسبه بقى للتحصينات الخاصه بانفلونزا الطيور، احنا عندنا الحمد لله في البحيره مركز تحصين الدواجن، مركز مستقل، ده بالاضافه لان كل واحده بيطريه فيها طبيب انفلونزا. التحصينات موجوده، تحصينات الانفلونزا موجوده على مدار الحضانات. الحضانات طبعا بحصنها، بعمل لها برضه حصر بحصنها. مركز التحصين اول ما توليت في يناير اللي فات انا رحت قعدت معاهم، ايه مشاكلكم؟ ايه العقبات بتاعتكم؟ لقيت عدد كبير من الاطباء. قلت لهم يعني تناقشت معاهم، كانوا بيجيبوا في الشهر بورده حوالي 250 جنيه، حاليا بيوردوا حوالي 3000 جنيه. عملت لهم قوافل
الناس اشتغلت، لقيت اقبال برضه. المركز ده منور فيه 20 وحده بيطريه بيلفوا على الوحدات البيطريه، بنعمل ارشاد زي حضرتك ما قلت برضه. لا لقيت في استجابه في يعني الانفلونزا الحمد لله منحصن كويس، الحمد لله الحاله مطمنه. هي الحمد لله بتقل كل سنه. يا رب نوصل بقى ان شاء الله في وقت من الاوقات ان شاء الله نقول ان احنا قضينا على انفلونزا الطيور في مصر ان شاء الله، علشان ننهض مره ثانيه بصناعه الدواجن اللي هي بدات بالفعل النهوض، واحنا اقتربنا من الاكتفاء الذاتي على فكره. طيب معانا عبد المجيد. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اكلم المشوانس محمد زواوي. اتفضل، هو معاك يا باشمهندس محمد. نعم. ربنا يديك الصحة وبارك لك. جمعية أريامون الزراعية الحفار اللي فيها يا إما معطل يا إما معطل يا إما مش هيجي له سواق. طرقة الغسولة البحرية ما بتتطهرش، وفي ناس على رأس الطرعة ردمنها. بس هي دي مشكلتي، طرقة الغسولة البحرية. حاضر جمعية أريامون. حاضر يا حاج عبد المجيد. حاضر يا حاج. حاضر هنشوف لك الموضوع ده ان شاء الله. سيب بياناتك في الكنترول. بشكرك جدا. زي ما اتكلمنا على الارشاد البيطري يا باشمهندس محمد، عاوزين نتكلم بقى على الارشاد الزراعي. الارشاد الزراعي احنا في البدايه اتكلمنا على اساس ان احنا عندنا 125 حقل في القمح تبع مركز البحوث، بندي للمزارع فعلا 45 كيلو تقاوي مجانا، بندي له التوصيات فنيه عشان يلتزم بيها، بنتن معاه لغايه اخر المحصول، واثناء الحصاد بنجيب المزارع ونجيب المزارعين اللي حواليه على اساس يعرفوا الفرق. عندي 15 حقل ارشادي دولت فيه برنامج تعاون المصري الافريقي، بنقيس فيه احتياجات المائيه وبنزرع ال 15 حقل دولت، بنزرع فدانيين. فدان بنزرعه على مصاطب بسطرات بمواصفات فنيه في الزراعه معينه، تقاوي واحده في الاثنين، وبنزرع فدان بدار عادي زي الفلاح. حضرتك شرحت الكلام ده في البدايه. ماشي. تمام. الثالث ال 100 حياه في القمح. عندي في محصول الفول حقول ارشاديه، انا عندي بالضبط كده 180 حقل موجود في الفول حقول ارشادي. هل في امل المساحات تزيد المنزرع من الفول السنه دي؟ لا، الفول انزرع خلص يعني خلاص، ما عادش موعد زراعه فول. الارض اللي باقيه تعتبر مساحات المنزرع قد ايه تقريبا؟ الفول انا عندي زراعه الفول لغايه النهارده هل هي اكتر من السنه اللي فاتت؟ لا الفول كميه الفول محدوده يعني. انا المنزرع فول 2778 فدان. مساحه قليله. مساحه. طيب معانا سيد. الو. ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حاج. اتفضل. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور عايز اكلم باشمهندس محمد الزواج. معاك على الهوا، اتفضل. يا باشمهندس محمد. وطي التلفزيون. نعم. شويه بس. نعم يا حاج سيد. يا باشمهندس محمد. نعم يا حاج سيد عمر. انا السيد حسين البغوي. السيد حسين. يا حاج سيد. وطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون عشان نتواصل سريعا بس عشان الوقت. يا حاج سيد. ايوه باشمهندس. السيد منين يا حاج سيد؟ الو. طب حاول تتصل بينا يا حاج سيد مره ثانيه بس علشان الوقت. الله يخليك. بالنسبة لعدد المهندس الإرشاد باشمهندس محمد، في مهندسين إرشاد بس يعني ما عادش الجهاز الوظيفي في وزارة الزراعة كمان، فيش تعيينات من بعد 86 بدأ ينقرض يعني. وبعدين المجموعة اللي موجودة كلها خلاص يعني على وشك يطلع. احنا في 3 سنين مش هتلاقي جهاز وظيفي في للأسف. طب حضرتك بتتغلب ازاي على المشكله دي؟ احنا الندوات الارشاديه يعني احنا الاسبوعين اللي فاتوا دول يعني الاسبوع ده ما كملش اهوت، عملنا ندوتين جايبين 100 مزارع من 4 مراكز بنحطهم في المركز الارشادي، بنقعد نجيب لهم دكاتره من مركز البحوث، بندي لهم محاضره وبنخلي ال 100 مزارع دولت كمرشدين في قراه، لأننا بنجيب كل واحد من قرية أو 2 من قرية
بنوصيه في اخر اليوم الارشاد اللي بتعمل ان هو لما ينزل يروح البيت عنده هناك يجمع جيرانه وحبايبه وينقل المعلومه اللي خدها. فكره حلوه على فكره. ينقل المعلومه اللي هو خدها مع جيرانه وهو قاعد. وهل بتتابعوهم؟ بنتابعوهم يعني احنا بننقي او بنختار المزارع اللي يجيني. ما تروحش تجيب اي مزارع طبعا. انت بتجيب واحد يكون ليه شخصيه الناس بتحبه والناس بتلتزم كلامه بيتواصل مع الناس. ما هو ده اللي موجود. ما عادش بقى المهندس اللي موجود مع كل في كل حوض والكلام ده. فكره كويسه برضو للتغلب على النقص في عدد العجز في مهندس الارشاد. ده كلام كويس يعني. طيب ننتقل للتاج السمكي. لا السمكي تبع اللي هي العمل الثروه السمكيه. ما فيش عند حضرتك فكره؟ لا انا عندي فكره. بس ده هيئه مستقله. يعني دايما احب بتكلم. طب خلينا في الدواجن. محافظه البحيره عندها اكتفاء ذاتي من الدواجن؟ احنا عندنا عندنا في البحيره 12 عندنا 2366 مزرعه. عندي 12 مجزر دواجن قطاع خاص. ما شاء الله يعني فيهم مجازر بتصدر على فكره. احنا عندنا فائض في البحيره في يعني الحمد لله. بالنسبه للدواجن عندنا في فائض. طب بالنسبه للحوم؟ لا بالنسبه للحوم انا عندي 21 مجزر حيوانات كبيره. منهم مجزر في غرب النوبريه تابع لصندوق التامين الاسري والحيوانيه. مجزر الي. الدبايح السنه دي مقارنه من 1/1 ل 1/10 مقارنه بمثل هذه الفتره من العام الماضي. احنا زادين 16,000 ذبيحه. الدبايح عندي لغايه 1/10 76,712 ذبيحه. يعني نقدر نقول البحيره ايضا مصدره للمحافظات يعني للمحافظات. يعني ده بيتوقف على جهد الزملاء في المجازر. احنا مجازرنا بتفتح الساعه 7. بتتميز عن المحافظات الاخرى. احنا بنشتغل الساعه 7. بنشتغل كل يوم. احنا بنشتغل 7 أيام بتوع الاسبوع. تمام. طيب معانا رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنا مالي. اهلا وسهلا اتفضل. لو سمحت والله كلام السؤال الدكتور حسين بتاع الطب البيطري. معاك على الهواء. تحت امرك يا اتفضل يا باشا. لو سمحت دلوقتي الدكتور حسين بيقول ان الدكتور حسني بيقول ان في ارشادات ومش ارشادات. انا من قريه دمجيه وفرح كبرى ابو ريش. دلوقتي عمري ما حد مدلنا ولا عمل معانا مؤتمرات ولا جلسات ولا اي حاجه. فرد علي الاستاذ الدكتور محمد الضواوي بيقول الجمعيات الزراعيه. انا عايزه في الجمعيه الزراعيه ما فيش اي بيان بيجي للصحيه دي. ولا عمر حد جه قال لنا ان في لجنه تبع الارشاد البيطري هينزل يوم كذا او هيعمل كذا. انت عضو مجلس اداره ولا رئيس الجمعيه؟ انا عضو مجلس اداره في الجمعيه. حضرتك بتتواجد يوميا في الجمعيه؟ انا ارضي قدام الجمعيه يا استاذ. طيب بص يا حاج رمضان. احنا الاسبوع اللي فات كنا عندكم في المنطقه اللي هناك. احنا طبعا مش هنروح كل جمعيه نعمل فيها الندوه. احنا كنا مجمعين مركز المحموديه، مركز شبرخيت، مركز دمنهور، مركز ايتاي البارود. طب يا باشمهندس محمد بعد اذن حضرتك نعمل له ندوه. عينيا الاثنين يعني بالاتفاق مع حضرتك الدكتور حسني يا حاج رمضان. اتفضل يا باشا. هيبقى عندك ندوه من الزراعه ومن الطب البيطري. ايه رايك؟ هعمل له قافله بيطريه. بس بشرط اهو على الهوا. تجمع عدد كبير من المزارعين. تشرف يا بيه بس اديني خبر قبل حضرتك. طيب انت عندك مكان يا حاج رمضان؟ يابا تشرفوا في اي حته يا باشا. طيب خلاص جاهز. خلاص انت مسؤول عن تجهيز المكان وان يكون في عدد كبير من المزارعين. وهيتواصلوا معاك بعد الهواء. سيب بياناتك ويعملوا لك يعني. لا ده هعمله كمان قافله بيطريه مجانيه. تمام. طيب نعمله ان شاء الله. ماشي. نشكرك يا حاج رمضان ونبعت لك معاه مهندس الارشاد في نفس اليوم بالظبط عشان تبقى زياره واحده. نعمل له ندوه ارشاديه وبيطريه. ماشي ان شاء الله. بشكرك جدا يا حاج رمضان. معانا الدكتوره انتصار سالم طبيبه بيطريه. الو. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور حسين؟ اهلا وسهلا. بنرحب طبعا بالدكتور حسني والباشمهندس محمد الزواوي. اهلا بيك اتفضلي. انا دكتوره بيطريه في منطقه البستان. منطقه ايه يا فندم؟ البستان الجديد. اهلا بحضرتك. انا بس بطلب من الدكتور حسني بالنسبه للجان اعدام الكلاب الضاله. مطلوب بس تكثيف لجان اعدام الكلاب الضاله وخصوصا بقى في الاماكن المفتوحه والمزارع اللي هي ايه؟ منطقه البستان اللي حضرتك طبعا الدكتور حسني عارفها والدكتور والباشمهندس. يعني انت بتطلبي بتكثيف لجان
اعدام الكلاب، اعدام الكلاب الضاله لانها انتشرت بصراحه والله يعني انا بحييك، لان احنا بنواجه الحقيقه بمعارضه كبيره جدا من جمعيات حقوق الحيوان يعني. أيوة. وديك حضرتك طبيبه بيطريه يعني، ايوه، وحاسه بالمشكله وبتطالبي بده. ايوه بس حضرتك يعني احنا اللي بنواجه الناس، احنا اللي في وش المشكله، احنا اللي في وش المدفع. يعني لما يبقى طفل صغير عضه كلب، راجل كبير ابنه اتأذى، يعمل شكوى، فاحنا اللي بنقول له ما تعملش. عايز يعمل شكوى في طبيب الوحده، طب وطبيب الوحده هيعمل لك ايه؟ طبيب الوحده ذنبه ايه يعني؟ هو طبيب الوحده هو اللي جاب الكلب. مطلوب من الدكتور بس حسني ان يعني ايه، مطلوب بس تكثيف لجان الاعدام دي، بدل ما هي مثلا لجنه كل شهر، لا يخليها لجنتين، بدل ما هم 20 سم 20 جرام استريكنين، لا يعني يخليهم 40. طب ده استني يا دكتوره، بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك. طبعا زميله، انا اعرف حضرتك الدكتوره انتصار زميله فاضله على فكره، واعتز بيها واشكرها على المداخله الجميله دي. هو الكلب بيموت من نص جرام، ما من نص جرام، عشان نص جرام وبعدين كيلو الاستريكنين 14500 جنيه يعني مكلف. وبعدين طبعا يا فندم بعد اذن حضرتك، مهما كان مكلف، حياة الطفل، حياة المواطن المصري لا تساوي، معلش، تساوي الملايين، أي أرقام. بس هو عشان خلينا نتكلم بصراحة، أنا بعمل في اللجنة حاليا 15 جرام، 15 جرام المفروض يموت على الأقل مثلا 27 28 كلب. بطلع معاه أحيانا خطوط. الدكتورة انتصار عاوزة لجنتين، لا أعمل أربع لجان، خلاص مفيش مشكلة. ولو زي ما حضرتك قلت يا دكتور حامد، على حساب يعني، بص، على حساب المواطنين اللي لا 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 لا، إحنا الدولة موفرة لنا الحمد لله كل حاجة. لا لا لا، خلاص يا دكتور، ألف ألف شكرا يا دكتور. بشكرك يا دكتور انتصار، بشكرك، عشان بس الناس تسمع وعشان الناس تشوف. اللي مش عاوزيننا الحقيقه نقضي على الكلاب الضاله اللي عامله مشاكل كبيره جدا بالنسبه للمواطنين وبالنسبه لممتلكاتهم، وعامله ذعر بين الاطفال. مفيش فايده من وراها، الاطفال ما بيعرفوش يروحوا المدارس الصبح. ايه الفايده من وراها؟ مش عارف يعني وبرضه بنواجه بمواجهة كبيرة جدا من جمعيات حقوق الحيوان. طب يا جماعة احنا عاوزين نحافظ على الانسان، يعني كلام غريب. طب يعني بعد اذن حضرتك، انا في منطقة مش عايز اقولها، انا بقت بعمل حملة النهاردة، بعدها باسبوع الاقي كلاب جت تاني. الناس يا فندم منطقة ايه؟ احنا عندنا اهو جنب القناة اهو، تعالى عد الكلاب اللي جنب القناة في وسط الصوب يعني. والله لسه بالشكولي وانا طالع دلوقتي، كلاب عدد كبير جدا، وهتشوفوه انتوا نازلين. طيب نعمل ايه يعني؟ الدكتور حسني بقى مسؤوليته ايه؟ لا باشا تحت. طيب خلينا بقى نتكلم على هنتكلم على الرقابه في هنا وهنا يعني. طيب. سريعا. طيب معانا اخر مداخله، معلش، معانا سيد. الو، سعيد محمد. عيد، اهلا وسهلا، اتفضل يا اخي عيد. سعيد، ماشي، قريبه من عيد برضه، اتفضل. ماشي يا دكتور، اتفضل يا اخي سعيد. مشكلتنا هنا ان بنزرع خضار وبنزرع فاصوليا. الو، ماشي، وبنزرع بطاطس، ودي خضار بيبقى محتاج ميه. احنا يعني قبل تتغازي بمسافه، يعني احنا اخرنا بولاد على طرقة الصهرانيه. ايه المشكله بس عشان الوقت؟ المشكله ان هم بيجوا في الزرعه وهي شغاله بيسدوا علينا الميه. ماشي، طيب حاضر، سيب بياناتك، سيب بياناتك يا اخ سعيد، والباشمهندس محمد هيتواصل مع وكيل وزاره الري، سيب بياناتك عشان يتواصل معاك ويعرف المشكله ويحلها لك. بشكرك جدا. سريع لان ما عنديش وقت، انا عاوز دقيقتين لحضرتك ودقيقتين للدكتور حسني. عمليات الرقابه والتفتيش على المبيدات سريعا. احنا من اول الحاجات اللي احنا من الملفات يعني اللي اشتغلنا عليها في البحيره اول ما وصلنا، ان انا رجعت المفتشين على المبيدات وعلى المخصبات في المراكز، ويمكن امبارح كنت في مركز من المراكز واستبعدت احد المفتشين اللي موجودين، وكلفت 2 جداد ان هم يشتغلوا. برافو. على اساس اني عاوز ننشط المبيدات والمخصبات اللي شغالت من في تحت السلم والمضروبه والكلام ده. وانت سعادتك عارف ان احنا يعني لنا باع كبير طبعا في الشغل في النبريه، في النبريه وقبل كده يعني، وكميات كبيره. وانا يعني بننصح تجارنا واخواتنا وحبايبنا اللي شغالين في المجال ده، اللي عنده حاجه يرجعها للمصدر اللي هو جابها منه، لان احنا مش هنسيب حد اليومين اللي جايين على الاطلاق ان شاء الله. على الاطلاق يعني، اي واحد عنده بضاعه جايبها شمال يشوف جايبها منين ويرجعها لك، لان اليومين اللي جايين دول هتنزل حملات من التموين، هتنزل حملات من شرطه المسطحات، هتنزل حملات من كل الجهات، على اساس ان هي مش هتسيب محل ما تخشوش. أكيد.
فاللي عنده حاجه يريح نفسه ويتخلص منها من بدري. تمام. طيب بالنسبه لصحه الانسان طبعا بشتغل في كذا محور. طبعا المجازر انا بتعاون مع الرقابه التموينيه في مديريه التموين البحري، بتعاون مع مباحث التموين. الحمد لله بنشتغل يوميا بما في ايام العطلات وايام الجمعة في حمله يوميه. اخر الضبطيات كانت ايه؟ اخر الضبطيات كانت البارح. كانت ايه؟ عباره عن ايه؟ مسكين مجزر خاص بتاع اهالي، 9 إناث ماشية، وكانت كميات كبيرة يعني. ورحنا برضو أحد المطاعم الشارع، مش عايز أقول اسمه، في تل بارود، مسكنا برضو عند أنسي والسباري. والنهاردة النيابة أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية. المطعم هو اللي دابح ولا؟ مطعم اللي دابح. دابح كمان؟ مطعم يعني مشهور، مش عايز اقول اسمه يعني. جرم طبعا. طبعا. ودبح انسه. يعني انسه صغيره ودبح خارج القانونية وغير صالحة. وغير صالحة كمان؟ ومسكنا مجزر في بيت. انا مسكت مجزر في بيت مشهور كمان. مسكت يعني مجزر في بيت والله. مجزر في بيت مباحث تموين، العقيد وجد الصرفي وجد بيه يعني عامل معنا شغل جامد. كمال بيه راشد وكيل وزاره التموين شغل جامد. من نسخ لازم اوجه التحيه الحقيقه لشرطه المسطحات، شرطه مباحث التموين، ومباحث التموين وشرطه المسطحات. شرطه المسطحات عملت معانا شغل يعني. فالمجزر ده احنا كنا متابعينه يعني. 9 إناث دون السن القانونيه، صغيره غير صالحه. النيابه امرت بتشكيل لجنه تاني، واللجنه الثلاثيه راحت واستدعتهم النيابه. انا بسال حضرتك ايه العقوبه يعني؟ لا العقوبة هقول لحضرتك على حاجة يعني. يكفي انه اولا العربية اتصدرت، اللحمة الكميات الكبيرة ديت ولا يهمه في قضية في يعني. انا اعرف ناس انسجنت، اعرف ناس انسجنت. العقوبة في النهاية العقوبة حسب قرار القاضي والقضاء. طبعا لا يعلو صوته فوق صوت القضاء. ما انا فاهم يعني العقوبة بتتراوح من ايه لايه، سجن مثلا؟ لا حسب رؤية المحكمة، حسب رؤية المحكمة. بس اللي انا اعرفه، اعرف في ناس ضبطناها قبل كده التزمت معانا وده كده الدبائح زادت عندنا. فالحمد لله يعني. برضو عندنا لجنة مرور على المعارض، معارض أدوية البيطرية. برضو احنا بنحارب الباراميديكال يعني. الناس بينتحلوا صفة المهنة طبعا. وطبعا يعني فاحنا الحمد لله في رقابة مستمرة وفي تقارير يومية بتوصلنا ومنقدمها للمسؤولين. يعني مش عارف اللي بيغش دوت ولا اللي بيخالف ما بخافش من ربنا طبعا. ولا يعني هيروح فين؟ ما بيمسح يعني اللي هياكل من الاكل دي ممكن يكون هو بالزبط. ممكن يكون ابنه. لا ما انا باكد لك هو ما بياكلش يعني منه. لكن هو بيضر يعني مش عارف. انا كنت قبل كده بشبه اللي بيعمل هذا العمل باشمهندس محمد. نعم. يعني ما هو الارهابي بيعمل فينا ايه؟ نفس الارهاب. اخطر من الارهاب على فكره. هو انا اخطر من الارهابي. من وجهه نظري الشخصيه اخطر من الارهابي. يعني انا سعيد طبعا بوجودكم، لكن للاسف شديد الوقت سريع مع حضراتكم. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لساني الا نتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس محمد الزواوي وكيل وزاره الزراعه بالبحيره. بشكر حضرتك. شكرا لحضرتك فندم، شكرا لحضرتك التوفيق ان شاء الله دائما. ان شاء الله. وايضا الشكر الجزيل للدكتور حسني محمد علي عباسي مدير مديريه الطب البيطري بالبحيره. بشكر حضرتك دكتور حسني. انا على فكره أنا يعني بشكر حضرتك يعني حضرتك في الخط الساخن. انا يعني بشكر حضرتك حقيقه يعني. وصديقي من هداني عيوبي. انا بشر مش ملاك ومش كامل. وبحب دايما صدري متسع على فكره. بقول للزملاء مكتبي مفتوح. صدري مفتوح. اي شكوى انا بتحمل النقد. احنا كلنا في خدمه المواطن، كلنا في خدمه الوطن وفي خدمه المزارع وفي خدمه الوطن، وبالتالي في خدمه الوطن عايزين ننهض ببلدنا ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور حسني. الشكر أيضا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.